رغم ان الشناوي رد من صدره كور غير مستحيله. فطبعا كل الناس بتتكلم هو الاهلي هيكسب ازاي وكان بيراميدز مش موجوده، يعني كانه نادي بيراميدز ده. طب يا جماعه قولوا ايه 60 20 90 10 50 40 90 اي نسب مختلفه، انما هي النسبه كل واحد. وانت يا كابتن رايك الاهلي هيكسب طبعا، وانت حضرتك يا اللي ماشي في الشارع وحضرتك يا اللي بتحمري بطاطس رايك طبعا الاهلي.